في الفترة الأخيرة تم إطلاق انفينكس اس 4 بسعر 2999. ففي فيديو النهاردة هنعرف 4 عيوب في الهاتف لو بتفكر تشتريه. واحد يقول لي ليه عيوب؟ أقول لك ليه عيوب، لأن أنت بتشوف مراجعة للهاتف وبتروح تشتريه على طول، لأنك بتفتكر إن المواصفات الخاصة بالموبايل هي مميزة، وكمان المراجع مش بيقارن الموبايل بموديلات أخرى. يعني ما تجدوش مثلا بيتكلم عن مراجعة اس 4 ويتكلم عن ريدمي نوت 7، ما بيقارنش خالص في المراجعة. المهم يلا نبدأ الفيديو عشان ما اطولش عليكم. اول نقطة ضعف معانا وهي المعالج. الموبايل بيأتي بمعالج من ميديا تك وهو B22، وهنتكلم بلغة الارقام. ارقام ايه؟ ارقام برنامج انتوتو بنشمارك، وده برنامج متخصص في قياس اداء الموبايل. المهم الموبايل بيحقق كام؟ الموبايل بيحقق 74000 للنسخة 3 جيجا، وبيحقق 79000 للنسخة 6 جيجا. هنبدأ نقارنه بالموبايلات من فئة 2000 لحد 4000. اول حاجة هو ريلمي سي 1، وده سعره 1999 بمعالج سناب دراجون 450، ده بيحقق 74000، يعني مقارب جدا للموبايل. ندخل على الموبايل اللي ورا، هو ريدمي 7 مش ريدمي نوت 7، وده بمعالج سناب دراجون 632، ده بيحقق كام؟ 108000. ندخل على اللي ورا، وهو ريدمي نوت 5 او نوت 6 بمعالج سناب دراجون 636، وده بيحقق 115000. ندخل على ريلمي 3، ده موبايل بمعالج من ميديا تك B60، بيحقق 128000، وده سعره كام؟ 2500 جنيه. ندخل على ريدمي نوت 7، وده ب 2999 معالج سناب دراجون 660، بيحقق 145000. ندخل على هواوي، يعني ملاش نفس الموبايل مثلا او اونر، الموبايل بمعالج كيرن 710 بيحقق 138000، فيعتبر افضل. فنقطة ضعف الموبايل في الفئة السعرية دي هي الاداء، اداء او المعالج ضعيف جدا بالنسبة لسعره. يعني انا مش هدفع 3000 جنيه في موبايل اداؤه اضعف اداء في فئة السعرية. فاول نقطة ضعف هي المعالج، المعالج ضعيف بالنسبة لسعره. تاني عيب هو دقة الشاشة. الموبايل دقة الشاشة الخاصة بيه HD فقط، فانا بصراحة مش هشتري موبايل ب 3000 دقته HD فقط او 720، لان انا ممكن اشتري مثلا ريدمي نوت 7 ودقته 1080، والمشكلة دي بترجع لان المعالج نفسه مش بيدعم 1080، المعالج اخره 720. فدي تاني نقطة ضعف في الموبايل. ندخل في تالت نقطة ضعف، ان الموبايل مفهوش مايك اضافي مانع للضجيج، ودي هتضرك في ايه؟ هتضرك في اربع حاجات. اول حاجة لو بتسجل فيديوهات، تاني حاجة في المكالمات، تالت حاجة لو بتطلع حالات على انستجرام، رابع حاجة لو بتطلع بس مباشر. واحد يقول لي المايك الاضافي ده مش مفيد، لو مش مفيد ما كانش في موبايل فيه مايكين او ثلاثة. يعني انا عندي نوكيا 8 فيه ثلاث مايكات، فالمايك الاضافي دي حاجة مهمة جدا. ندخل على رابع عيب والاخير، هو مش عيب، هو ميزة في الموبايلات المنافسة. ايه هي؟ وهي شاشة الحماية. ريلمي 3 في شاشة حماية من جوريلا جلاس، وايضا ريدمي نوت 7 في شاشة حماية. اشمعنى الاس 4 ما فيهوش شاشة حماية رغم ان ريلمي 3 سعره ارخص ب 500 جنيه؟ المهم دول اربع عيوب، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. ولو حد عنده اي سؤال اتفضل في التعليقات، واسف لو الفيديو كان سريع وانا بتكلم بسرعه لان انا بصور في الحر من غير مروحه وكمان في اسوان ومن غير تكييف طبعا. فان شاء الله احاول اصلح الوضع في الفيديوهات القادمه. والمهم اتمنى تعملوا لايك على الفيديو واشتراك في القناه تجير استمرار، وانتظروا فيديوهات قادمه. سلام.